احنا ليه بنحتفل باليوم العالمي للايدز؟ الحقيقه احنا بنحتفل باليوم العالمي للايدز علشان خاطر نتعلم، والاحتفال باليوم العالمي للايدز لسنه 2021 جاي تحت عنوان القضاء على اوجه عدم المساواه للقضاء على الايدز والجائحات. واحنا كمقدمين خدمه صحيه اتعلمنا درس مهم جدا من كوفيد 19، انه ترك اي مريض بدون الحصول على التشخيص والعلاج اللازم بيمثل خطوره على الجميع، على المجتمع الطبي وعلى المجتمع بشكل عام. وبناء على هذه المعلومة قدرنا نتغلب على كل مخاوفنا، وقدرنا نفهم ان عدونا الحقيقة هو الفيروس وهو المرض وليس المريض، وعشان كده قدرنا نتجاوز هذه الأزمة رغم شراستها. ومشكلة الـ HIV والإيدز هي مشكلة صحة عامة لا تقل أهمية عن الكوفيد 19، ولا يمكن القضاء على الإيدز في المجتمع بتاعنا إلا بتوفير فرص الفحص والعلاج لجميع الأشخاص المحتمل إصابتهم أو الفئات الأكثر عرضة بدون أي شكل من أشكال الوصمة والتمييز تجاههم. ومن هنا أنا بدعو جميع زملائنا لتقديم خدمة صحية خالية من أي وصمة وتمييز لمرضى الـ HIV، ومن هنا بدعوهم جميعاً إن إحنا لازم نقول مع بعض إن إحنا دورنا to end inequalities to end pandemics.